فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا شاب من بلاد السنغال، ولله الحمد حفظت القرآن واستقمت على مذهب أهل السنة والجماعة، الحمد لله. ووالدي تيجاني صوفي، وهذه الأيام يضغط علي ويهددني أن أخرج من مذهب أهل السنة إلى التيجانية، وأخذ جواز سفري وقال لي: ابحث عن والد آخر غيري ما دمت أنت على هذا الطريق. وأوصى أهلي من أم وأهل بيت أنه لو مات في هذه الأيام فإن ذلك بسببي ولما أنا عليه، فما نصيحتكم وفقكم الله لي في هذا الأمر؟ لا تنس قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، أحسن إليه وبر به، لكن لا تطيعه في معصية الله وفي الكفر وفي الشرك والتيجانية، لا تطيعه في هذا مهما كان الأمر. نعم.